طب قولي لي، لو جوزك مثلا كان تعبان مثلا او مش قادر يقيم العلاقه الجنسيه ما بينك وما بينه، ها هتعملي ايه؟ ربنا يخلينا الحبايه الزرقاء والخضراء، وحبيت هو ده تمامك. طب هو بياخد الحبوب دي؟ بياخدها، لكن يوم ما بياخدهاش فيه بينام جنبي على السرير زي يوم. طيب شكرا يا عاج. احكي لي بقى، ليله الخميس دي ليله طبحنا. يوم الجمعه الصبح اقوم الصبح انشر الغسيل واتباهى بيه كده قدام جيراني. تنشري ايه، غياراته يعني؟ اه طبعا. طيب قولي لي بقى، انت تقدري كده تطلبي جوزك في علاقه يعني ما بينك وما بينه زي ما هو بيطلبك؟ لا ما يصحش، عشان عيب. يعني هو مش عيب مثلا ان انت تسحلي يوم الجمعه تنشري الغسيل وغياراته على الحد؟ لا بقى، دي حاجه بينه وبين ابو احمد واحنا حرين مع بعض. طيب ماشي، ولنفرض ان جوزك حصل له حادثه، مرض، اي حاجه، حصل له مشكله في الاعضاء التناسليه، يعني ما بقاش راجل، يعني ما يعرفش ينام معاكي. قولي لي يعني هتعملي ايه ساعتها؟ لا يا حبيبتي تكفي من بقي. جرى ايه يا اكيد؟ انت جايبه لنا واحده ياكل تطول على الراجل ولا ايه؟ طب خلاص يا حاجه، خلاص اتكلي على الله. انت فتحي شوف لي حد تاني. حاضر. قولي لي يا حاجه، لو جوزك ما بيخلفش تعملي ايه؟ اطلق طبعا، هو جواز ايه غير خلفه؟ طب هو مثلا ينفع كده ما بينك وبين جوزك تطلبيه زي ما هو بيطلبك؟ يا لو انت اتجننتي؟ ما ينفعش طبعا، ده كان يفضحني ويجرسني، يفتكر ان انا منهم. منهم دول يعني الناس اللي مش كويسين؟ اه ما ينفعش. اه طبعا. طب يعني هو في استخاء ما بينكم، هو بيطلبك، انت كمان ما تقدريش تطلبيه، انت يعني مراته، يعني من حقك. لا ما ينفعش، قلنا علمتنا ان احنا ما نعملش حاجه زي كده، واللي جوزك يقول عليه تعمليه حتى لو انت مش راضيه. اصعب حاجه عند الواحده مننا كده الناس، كده الناس عامل زي السكينه السلمه. اتطلقتي من جوزي من الاول عشان كنا متفقين مع بعض ما نخلفش عشان ما فيش فلوس. تمام. اهل جوزي قالوا له مراتك دي لازم فيها حاجة عشان كده حيشة الخلفة. جه قال لي انت كشفتي؟ قلت له كشفت. قال لي لو ما كشفتيش انا هطلقك. قلت له براحتك. راح مطلقني. طلقك كده بسهولة؟ طب قولي لي، اتجوزتي تاني؟ اتجوزت. وخلفتي؟ لا. ليه بقى ما خلفتيش؟ لا مؤاخذة، عشان هو ما بيخلفش. اه طب وليه لا مؤاخذة بقى؟ عشان هو كده طاقة. اه طب يعني انتوا مش عندكم مثلا مفهوم ان الراجل لازم، او الذكر زي ما انت بتقولي، لازم يخلف؟ نعم يا روح امك، هو يخلف او ما يخلفش ده ذكر، الرجاله عندنا كلها رجاله. طيب بالنسبه ليه مرتبط الرجوله او مفهوم الرجوله بالعلاقات الجنسيه عندكم؟ هو كده ما نعرفش. قولي لي يا حاجه، تقدري تطلبي جوزك كده زي ما هو بيطلبك؟ والله ممكن، طلبته او ما طلبتوش هو عايز اللي يعمله. قولي لي يا حاجه، لو جالك عريس عنده عيب خلقي جنسي هتتجوزيه؟ لا طبعا ما ينفعش. ما ينفعش. طب لو حصل له حادثه بعد الجواز وسببت له العيب الجنسي ده هتعملي ايه؟ لا ده خلاص، ده نصيبي، ما اقدرش اسيبه. هتستحمليه يعني؟ استحمله طبعا. اه طب واحتياجاتك انت هتعملي فيها ايه؟ لا خلاص، ماليش احتياجات. يعني انت راضيه كده بقى؟ اه طبعا طبعا. طب هتحكي بقى لجيرانك وقرايبك واصحابك وتتكلمي معاهم ولا؟ لا انا هفضفض بس مع قرايبي بس، انما جيراني واصحابي لا، منظرها بايخ قوي. طب لو جوزك عنده مشكله تعملي ايه؟ مشكله ايه؟ يعني لو عنده مشكله في رجولته. لا انا جوزي راجل، والراجل ما يعجبوش غير جيبه. اه طب والمشاكل الجنسيه بتعملي فيها ايه؟ لا يا حبيبتي انا جوزي زي الفل. دخيخه ومالوش فيها. جرى ايه يا وليه؟ يا اكيد في ايه؟ ما تلمي نفسك. الم نفسي ليه يا اختي؟ الباب كلها عارفه ان جوزك اشرب حلاوه ولا زي الفل ولا حاجه. شعرفت يا مرة يا معيوبه؟ يا انا معيوبه اصلا. فنان فوزي باشا، ازيك يا سيف؟ فين يا عم مختفي؟ معلش انا مختفي شويه بس انا في خير كبير قوي، وانت عايزك معايا. انا ما فهمتش منك حاجه امبارح في التليفون خالص. اه عشان كده انا جيت اتكلم معاك شويه. بس طالما هنتكلم وانا هسمع يبقى اسجرتني نسوك اسمك. لا الحمد لله مبطل بقالي 3 ايام. مبطل ايه يا ابني؟ معلب السجاير في ايدك اهي. يا عم واحده واحده، انا اللي قدرت عليه عملته والباقي ربنا يعيني. لا 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 يا شيخ فوزي، ده شكلك كده داخل على خليه. لا سيدي ولا خليه ولا حاجه، من الاخر يا سيف الراجل اللي انا قابلته ده حاجه ثانيه خالص، راجل بسيط ومقنع حتى في طريقه كلامه واقناعه. من الاخر هو مش عايز منك حاجه غير انك تمشي مظبوط، تعرف ربنا بس، تكسب دنيتك واخرتك. بص انت عارف كويس قوي ان انا السكه دي ما بحبهاش من ايام ما كنا في الجامعه. سكه ايه يا سيف؟ بس هو مش عايز منك حاجه اصلا غير انك تعرف ربنا. الراجل ده بجد يا سيف فوقني. فوقك من ايه يا ابني؟
لا بص انا مش هتكلم معاك، انا عايزك تيجي تقعد معاه وتقابله. انتوا بتتقابلوا فين؟ نتقابل عنده في البيت. اوعى يكون متراقب يا فوزي. متراقب ايه بس يا عم؟ ده شاب زيه وزيك، هو كل الحكايه بس ان ربنا هداه بدري شويه. طب ما تقول محسن يجي معانا. لا محسن صعب، بس اكيد هيجي يوم من الايام اقول له. بس انا حسيت ان انت اللي محتاج قوي كده يا سيف. ها هتعمل ايه؟ هعمل ايه في ايه؟ مش هتخسر حاجه يا عم، احنا بنقعد كل يوم الساعه 7 الدرس عنده بيبتدي. اه درس بقى وجو وبتاع والحاجات دي؟ يا عم مش درس زي ما انت متخيل، دي دايره نقاش، احنا بنقعد نتناقش ونتكلم معاه. تمام؟ هعدي عليك الساعه 6 عشان اخدك. هشوف يا فوزي هشوف. لا مش هتشوف، انت هتيجي. خلاص يا عم ماشي هاجي. ماشي. تمام انا همشي بقى عشان عندي كام مشوار لازم اعمله. اه صحيح. وبدي المفتاح ده لمحسن. ايه ده؟ ده مفتاح الغواصه. خلاص بقى مش عايزه تاني. وانت كمان ربنا يتوب عليك ان شاء الله. اوبا بقى يا شيخ فوزي. ماشي ماشي يا شيخ فوزي. هو لا شيخ ولا حاجه بس ربنا يرضى عننا. يلا. سلام يا سيف. سلام يا فوزي. تصدق بقى الفقره دي بقى شكلها هيطلع حلو قوي. ادينا بنحاول. على فكره انا وافقت انك تساعديني وتعدي معايا البرنامج لانك صعبت عليا. اللهم طولك يا روح، انا شكلي هشوف معاك ايام سودة. على فكره وريني هتعملي ايه بروح امك. طول عمري بقول لك اعمل الكرافات عقدتين مش عقده واحده. ايوه ايوه حبيبتي. ايوه سلام. شريف عايزنا في المكتب حالا. انا وانت؟ طيب هستأذن حضرتك. باي باي. بعد الكروات بقى علشان استناكي تعملي لي. اختصار شديد، تقدروا تطلع هوا بكره؟ نعم. انا بكلم ايه، هي البروديوسر مش انت. طيب شريف ممكن اعرف ايه السبب يعني؟ بص يا ستي، قناه السي تي في دي قناه منافسه لينا. كان المفروض يطلع كمان اسبوع ببرنامج جديد. يظهر لما عرفوا ان احنا بنحضر البرنامج بتاعنا وفكرته قلقوا وخافوا، فقرروا يطلعوا بكره. انا كمان عايز اطلع بكره.